يقول السائل: ما هو حكم إيداع الأموال في بنك وأخذ الفوائد عليها؟ هذا تعامل بالربا، هذا تعامل بالربا صريح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وقال ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا يجوز أخذ الفوائد الربوية، حرام على المسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم.